طيب خلينا نتفق على حاجه يا اولاد، ان انت عندك لما تيجي تعمل مثلا دي، خلينا في بدايه المحاضره كده نحل المشاكل الاول. يعني مرسى بتقولي ان هي عندها مشكله في فتحه او فراغ البيبان او الشبابيك، مش احنا اتفقنا لما يكون في عندك حاجه عايز تطرحها من حاجه لازم تكون غائره جواها؟ يعني انت مثلا عندك يا مرسى ده دي الحيطه اهي، شايفه؟ انت معايا يا اولاد ولا فين؟ مع لا. حضرتك طيب ازيك يا هاجر؟ الحمد لله. زي حضرتك يا دكتور. ما سلمتيش كده، يبقى كده عليك 2 أسانتي زيادة. ايوه بقى والله انا لسه داخله حالا. ماليش دعوة، أنا اللي شفتك الأول. بص أنا هاجي هنا كده وأروح أعمل مثلا أدي الشيبة. طب أنا مش شايف، هروح أغير دي مثلا، أغير درجة لونها للرؤية بس أهي، وهمسك كده الشيبة. بص كده لما هتيجي وتاخد يا مرسى وتعدي كده في الكتلة لازم تخليها غائرة جواها أو معدية منها، شايفة؟ عشان يرضى يفتح ويعمل الفراغ. أنت معايا؟ لكن لو انت جبت الجزئيه دي صغيره مش هيطرح، او يا دوبك هياخد جزء من الشكل اللي موجود. معايا مرسى؟ ما الجزئية دي تمام، بتكلم على على الشبابيك اللي بتبقى جاهزة أصلا في البرنامج، لا. الشبابيك اللي هي الجاهزه، اللي هي لما البلوكات اللي في البرنامج نفسه. ما هو انت لازم تيجي لو انت عايزاها تعمل فراغ اوتوماتيك، فانت هتيجي هنا الول واجي ارسمها هنا كده بسناب اهي، باك سبيس ارجع شايف سلايد لاين اهي، واجي من هنا كده واروح جايب هنا مثلا ادي الدورز او الويندوز او اي حاجه منهم، واخد مثلا سلايدنج وهتيجي هنا من السناب، واروح جاي واخد من هنا الادج او سيجن وهدوس، شايفه اهي بالظبط كده، هدوس وافضل دايس واسحب وارفع صباعي من على الماوس، اتحرك لحد ما اللي قصاده ده ينور. حد يا ولاد شايف؟ تمام. نورت، ادوس وان كليك، ارفع ايدي من على الماوس ثم اتحرك عشان يجيب لي تحت. انت عينك هنا سواء كان في البرسبكتيف او سواء في الفرونت، جت تحت دوس وان كليك. انت استفدت ايه كده دلوقتي؟ هو حاط لك الباب وكمان فرغ، شايفه؟ اذا واحنا بندوس ايه في الاخر ما خدتش بالي، يعني انا بقى واصله لحد لغايه الحته اللي هي بتاعه الباب بينزل عادي بس ما بيعرفش يتفرغ. اهي تاني، ادي النقطه اهي، واسحب لحد الاخر وارفع صباعي من على الماوس، اتحرك بس بالماوس من غير ما ادوس اي حاجه، اجيب السايد التاني وادوس وان كليك، اتحرك بس بالماوس اهي وانزل تحت، لقط في البرسبكتيف اهو تحت، شايفه؟ تمام. ادوس وان كليك، يبقى هو كده لقط وفرغ نفسه. بدوس في الاخر رايت كليك كليك ولا وان بدوس كليك، ليفت؟ لا هو كله ليفت كليك. تمام. وصلت يا ولاد؟ بص انا لسه كنت بتكلم في مرسم مع نفس النقطه، ان انت ايا ما كانت الحيطه لازم الجزء اللي انت هتفرغيه منها لازم يكون معدي منها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دي حيطه اهي بالنسبه لك، ده جنب الشكل الشباك اللي انت هتعمليه اهو، لو سبتيه كده فهو هياخد جزء، سبتيه لازم يعدي من الشكل. لا تمام، انا فاهمه. ما انا يعني اللي فوق واللي تحته اتشالوا كلهم في الحته اللي هي كانت متقطعه كذا حته دي، فهي في النص كده يعني حيطه، او مش احنا كنا عملنا لها الري؟ هو انت بتتكلمي على الحيطه اللي هي المفرغه او المشرشره دي؟ ايوه. لا اللي هي دي وضع تاني. بزاويه بص اللي هي بزاويه انا دي عملت موضوع لها تاني. اتاتش، ايوه بالظبط. بص طيب عملت لها اتاتش ما انا هقول لك والبوكس اتفرج. اوكي الجزئيه دي بالذات، يعني دي زتونه مهمه جدا، ان احنا مش عارف انا قلتها لكم او لا قبل كده، بس مهم جدا وانت بتشتغل تاخد بالك لما هتيجي عندك هنا اوبجكت مثلا زي كده، وطبعا اكيد مش هنعملها كده، احنا ممكن نعملها ماتيريال اوفر كتير واخر، فانا هاخد الاوبجكت ده كده واروح جاي يا اسامه، اروح جاي رافعه ماشي، كام نسخه، اي عدد من النسخ انت عايزها كده. طب بعد ما انت عملتهم هفرغ دولت ازاي؟ هل هروح اعمل لها جروب؟ لا، هعمل لها التاتش. لا ليه؟ بنعملها يونيون، دي اللي هي مخبطه. احنا خدناها قبل كده؟ ايوه اللي هي كولين. قلناها قبل كده؟ طيب فانت، انا بس حبيت اتك عليها ان القصه بتاعت هي جروب مش هتنفع، لازم يا اما يونيون يا اما اروح اعملها اتاتش. قولي بقى بقيه سؤالك. انا هبعت لحضرتك سكرين شوت اوكي هتوضح ابعت. لحضرتك اكتر. طيب طب مين عنده سؤال قبل ما هي تبعت السكرين شوت؟ انا يا دكتور عندي سؤال، قول يا فندم. هو انا لما باجي اعمل الشباك في الحيطه، لما باجي افرغ الحيطه
الشبابيك في الحيطة، نعم. لما باجي اعمل لاتس بيعمل الفريم بتاع الشباك والفراغات كمان اللي هي بتاعت ليه الحيطة بقى؟ اللي هي ما فيهاش شباك. ليه؟ عشان انت وانت بتاخدي كوبي انت خدتيها النسله. هو انا كنت بعملها كوبي على طول، بس لا ممكن اكون عملت انسس مش واخده انستا. بالي. فبالتالي ان انت لما جيتي عملتي الكلام ده فهو بقى يعمل لكل لاتس حتى الحيط. انت خدتي بالك؟ يعني حتى التخانه بتاعت الحيطه برضك بيعملها نفس القصه. انت معايا؟ يعني انت بالظبط. يعني انت جيتي عملتي مثلا ده كده اهو، وجيت هنا قلت له ادي مو، ورحت انا جاي ساحب وما خدتش بالي، او يعني كنت باخدها عن يعني وانا مش باصص لها يعني. المهم فانا خدتها انستنت، فانا جيت هنا كده رحت انا جاي اعمل دي كده وعملت بروبوليان ومشيت نفس الخطوات، بروبوليان اهي وجيت طرحت اهي خلاص، وده كوبي زي ما احنا خدنا حاجه، اخد ده كده كوبي واطرح منه وهكذا. لو انت مسكتي ده وعدلتي حتى تخنته، بصي ده زيرو اهو، دي اول مشكله طلعت. شايفه؟ انت معايا؟ دي غلطه وهيضرب. ثم لما تيجي ده، فانت خدي بالك وانت شغاله في اي واحده منهم، خدت بالك؟ بص قفل ده ازاي؟ هو انا عندي كان مش بيقفلها، كان بيعمل بقى يعني الحيطة كلها فريم كده. ما هو انت خلي بالك، انت اهم حاجه وانت بتختاري ابقى متاكد انها انستنس، ابقى متاكد انها ريفرنس، ابقى متأكد، يبقى انا قاصد الحاجه اللي انا محتاجها. تمام. تمام؟ طب كان في سؤال كمان، قول. هو لما كنت باجي برضو اعمل فتحات شباك في البوكس مثلا، كنت بعمل عادي، وبعد كده فجأة بعمل فتحة فيه، مش يعني البوكس نفسه بيسود فجأة مع ما اني ماشي بنفس الطريقة. البوكس نفسه بيسود، هل انت عملتي اندو مثلا، خرجتي من الامر رجعت تاني؟ أو ما هي ممكن يكون عملتها بص، بس. ما هو بروبوليان مع اندو ومع الرجوع كده بيديك انفاليد بروبوليان زي ما انت شفتيها كده، فانت خدي بالك وانت بتشتغل بالذات مع بروبوليان. تمام، احاول اخليها مره واحده عشان ما اعملش اندو كتير. طبعا، واحنا هناخد البديل تمام بقى في 2 دي، يعني هخليك تستغني عن بروبوليان بقدر المستطاع يعني. تمام طيب رنا، انت عندك دي الحيطه، هي انت بتقولي ايه المشكله اللي فيها، طلع فيها ايه؟ يعني هو يعني انا عملت بوكس عادي وعملت له موف والبوكس اتفتح عادي، الحيطه اتفتحت عادي، ماشي. بس الحيطه بقى في سلايس منها اللي هي واحده من الحيطه دي بتتشال فجأة وانا بدوس موف للبوكس، مش على عارفه فكره ليه. انت ممكن تكون انت دي بالذات تعملي اتاتش، يعني انت ممكن دي بالذات ما تكونش عملت لها اتاتش. بس الاتاتش انا عملته يعني دوست قول على اول واحده بعد كده شفت مثلا، لاخر واحده. انا اقصد ممكن دي تكون من ضمن الحاجات اللي انت نسيتي او ما خدتيش بالك وما عملتيش اتاتش، يعني دي مش من ضمنهم يعني. اوكي ماشي، هبقى لكن اجرب ملهاش تاني. حل. جربي تاني وقولي لي ورد عليا بس، يعني انت قولي لي. تمام ماشي، شكرا. يا اولاد في حاجه تانيه؟ تحت كان في سؤال، موضوع اللي هو الطرح والإضافة من الأشكال، ممكن حضرتك تشرحه من الأول خالص؟ قوي حاضر. بس يعني ايه طرح واضافه من الاشكال؟ اللي هي يا اما يونيون يا اما سبتراكشن. لا، اللي هو مثلا عندي مثلا ثلاثي وعايز اطرح منه شكل دايرة. سداسي يطرح منه شكل، مش فاهم، مش فاهم يا هاجر، بس قولي لي وانا اقول. يعني ايه سداسي يطرح منه شكل دايره؟ يعني انت مثلا للجزئيه بتاعت الشباك مثلا ده مثلا؟ لا، يعني مثلا هو بوكس سداسي عايز اطرح منه بوكس تاني بس على شكل دايرة مثلا. ما هو بوكس سداسي، مش فاهم بوكس سداسي ازاي؟ شكل، قصدي يعني هو شكل سداسي عايز اطرح منه شكل تاني دايرة، يعني جزء منه يطرح طب بس يكون خلينا نمشيها واحده واحده. انت عندك ده سلندر اهو، خدت بالك؟ وهو 6 اضلاع زي ما انت بتقولي يعني. اوكي طيب، ثم عايز تطرحي منه دايره من جوه. من جوه ماشي، او من فهم من يعني طب جزء ايه اللي هو طب المشكله في ايه طيب؟ يعني بطرح ازاي. بمسك الكبيرة واجي هنا ادي كومباوند، واجي هنا بروبوليان، واجي اقول لنا ستار، واروح واخد الصغير. لو انا فاهم صح. تمام. ايه تاني يا اولاد؟ دكتور، هو لما اجي اعمل ميرور لشكل لازم اعمله، يعني ينفع اعمل ميرور لاكسس انا اللي احدده، ولا لازم طبعا يعمل ميرور على نفسه؟ لا، مفيش حاجه اسمها ميرور على نفسه. مش احنا خدنا ان انت ممكن تروح تعمل مثلا ده كون اهو، البيفو بتاعه فين؟ هنا اهو. لا والله مش عايز يعمل ميرور على نفسه هنا، احنا خدنا ان احنا ننقل يمينا من مكان الايه؟ البيفو بتاعه. خد بالك؟
يبقى كده لما هتيجي تعمل ميرور او سكيل او روتيت او اي حاجه خلاص هو معاه الاكس بتاعه، ايوه كانك ايوه انت في الكاد بتحدد نقطه البوينت وانت ايوه جوه ايوه امر ميرور، لكن انت هنا اهو بتغير البيفوت الاول. تمام ماشي. طب كويس، بقيت المجموعه جت تاني. ازيك يا دعاء؟ ازيك يا مرام؟ الحمد لله تمام. فين الشغل يا ولاد؟ انا قلت حضرتك انا كنت مسافره فما لحقتش الصراحه اعمل اي حاجه، بس هتصلي عليهم الكام يوم الجايين دول. جيتي انت وصلتي مصر خلاص؟ وصلت امبارح بالليل طب الحمد والنهارده لله على بس السلامة. كنت بعمل الصبح مشاور في الجامعه. طيب ما جريش. بس ما تاخرهمش عليا بس عشان ارفع الدرجة بتاعتي. لا، ما انا عشان ما يتراكموش عليا فهحاول اعملهم الثلاثه في طيب الثلاث ولو في ايام دول حاجة وقعت منك في أي حاجة قولي لي، لغايه يعني اديني هنت كده وابعتي لي فويس حتى. ان شاء الله مش هيقع حاجه، ان شاء الله إن شاء على الله يعني. الاسئله وحاجه كده هبقى تمام، مش طيب هقع في طيب حاجه ان شاء الله. طيب تمام تمام. دكتور، قول يا فندم. هو انا النهارده عملت فيلا، بس في فيلا ناقصه برضو لان بروح الجامعه وكده، فممكن ابعتها ممكن لحضرتك يعني يوم الخميس او الجمعه ان شاء ممكن الله. ممكن ماشي، بس ما تأخراش عليا بس. تمام ماشي ان شاء الله. يلا شكرا. انا كان عندي مشكله في الابواب والشبابيك الصبح، بس لما قفلت 3 دي ماكس شويه اشتغلت، فانا ما انت هعملهم خلي وابعت بالكوا عشان لحضرتك لسه على طول. برضك في حد من زمايلنا واقع في نفس المشكله، كان سايب الماكس فاتح من اول امبارح، فالكلام ده بيطلع له حاجات خزعبليه، فخدوا بالكم من لا، ما الكلام ده هو اتجنن قوي عليا النهارده قوي. بالظبط. هو وبالذات لما نيجي ناخد انا 2 دي ستيل دلوقتي. عندي مشكله ان هو الكاد، لا مش الكاد سوري، ال 3 دي ماكس كل شويه مش راضي يعمل ووز، مش راضي ان انا لما باجي اعمل برو بولين بيخلي لي حاجات سودة حواليه، طب ما لو ينفع اعرفش بقى. طب معلش مرة ينفع تعملي شير؟ طيب انا بس ممكن بسنت اعمل معلش شير. يا اوكي ريت. كنت بتسيبي الأجهزة الجهاز مفتوح شوية بسنت ولا عادي؟ هو بصراحة أنا يعني أنا بستخدمه من الصبح يا يعني، بس مبترية أنا يا كده كده أنا كده، بلا أصل بطلوا الفكرة إن افتراء. أنا كل يوم لو لازم اتزنقته أشتغل عليه من ما انا الصبح، هقول لك، فأنا مش ما انت عارفة بقى يعني. طب أنا ما بعد انا كده هقول لك هعمل إيه لو لا استخدمت؟ هتقفليه. طب كأنك انت قمتي بالظبط تشربي كوبايه ليمون عشان ليمون عشان تكملي شغل. ما يعني أنا لو هتعيطي قفلته مثلا هتعيطي 5 دقايق هتعيطي. هيشتغل بعدها؟ ايوه مش مهم، تقفليه 5 دقايق ان شاء الله تعملي شات داون مش سليب، ان شاء الله تعملي شات داون تفتحي في نفس اللحظه ولا في مشكله. بس يعني بلاش افتراء عشان ما تعيطيش في المشروع بتاعك. ما هو بالظبط، ما هو الفكرة ان انا خدي كده بالك. كده بضطر ان انا افتحه طول اليوم، فانا مش عارفة بقى ماشي ما يعني. جراش حاجه، بس انت بتروحي تتغدي بتروحي تشربي حاجه صح؟ هو لازم يفصل برضه. فهمت حضرتك. عملتيلي شير ولا حاجه ولا لسه؟ هو بيقول ولا كده host تمام؟ disabled، خلاص تمام. بس تمام. هو خلاص يعني طالما هي دي مشكلة برضو فانا مضطرة للأسف وتجربي اقفله. وتقولي لي. لا مش مضطر، ما ده هو ده الصح. انت شخصيا بتنامي بالليل، ما هو لازم يريح. وبعد كده ده انت كمان في مشكله، انت في الحر ده لازم تبقى انت قاعده في التكييف او اتصلتي عليه مروحه ومش هتنفع مروحه. خدي بالك. انا بحط له مروحة بره عشان هو برضو طبعا. بيسخن جامد. ما طبعا. وبعد كده ما تحطوش على ازاز، الازاز بيعكس الحراره على المروحه فبيسخن، هتلاقي في حاجات خزعبليه طلعت. طيب بص، في بقى في جزئيه مهمه النهارده اللي هي بدايه التدريب. بس هو كان في سؤال لو حد فاكر، اللي هي اول محاضره خالص لما جيت قلت لكم يا اولاد احنا بداية شغلنا هل هيبقى 2 دي ولا 3 دي؟ لو حد فاكر. ساعتها قلنا على حسب الكتلة فاكرين اللي احنا احنا قلنا 3 دي. هنعملها. يبقى على حسب شكل الكتلة اللي انا بحللها على حسب ما انا اقرر هل ابدا 2 دي ولا ابدا 3 دي. طيب في عندنا بقى شقين في موضوع 2 دي، يا اما اروح اشتغل على الكاد وده الاصح على الاطلاق ان انا اشتغل على الكاد وادخل عندي على 3 دي ماكس وارفع، او ان انا ارسم عندي هنا جوه الماكس، ان في بعض الناس من زمايلنا ما يعرفوش كاد. في حد ما يعرفش كاد؟ في حد ما يعرفش كاد. يعني مثلا في حد من زمايلنا مثلا مش من مصر هم من السودان مثلا بياخدوا ارك كاد، ما بيعرفوش كاد، شغالين ارك كاد دايما. فانت الموضوع سهل بالنسبه لك سواء كده او كده. بس انا عندي مشكله. احنا اتفقنا الاول ان انا الاصح ارسم كاد، او اللي ما يعرفش كاد ممكن يجي جوه الماكس ويرسم وده كده كده هنعمل. طيب بس قبل ما نعمل الكلام ده، انت عشان تروح تشتغل كاد وتدخل عندك على الماكس، انت في عندك مجموعه شروط في منتهى الاهميه. لو انت خدت بالك منها انت هتوفر كتير قوي على تعبك وانت جوه الماكس. انت هتسمعني؟ سامعين حضرتك. طيب نعمل ايه بقى؟ انا محتاج منكم ورقه داشت همليكوا وان شاء الله حتى نرميها بعد ما نرميها. الكلام ده مهم قوي.
تمام لو جاهزين تمام ماشي. بص بقى، اول شرط وانت شغال جوه الكاد، اهم حاجه اكون شغال لايرز. ايه ده يعني ايه لايرز؟ يعني انت لازم تروح تميز الاوبجكت بتاعك بلايرز مختلفه، عشان الارتفاعات المختلفه، عشان الكتل المختلفه، عشان الماتيريال المختلفه. المهم انت تميزه، يعني انت لازم اميزه بلايرز. طب ما انت ممكن تميزه بكلر، ماشي. طب ممكن اميزه ببلوك، يعني اعمل لهم بلوكس في مجموعه بلوكات معينه، يبقى كده ده بلوك وده بلوك وكل واحد ليه اسم. المهم ان انت تميزه، خلاص. يبقى انت كده اول حاجه لازم اروح اكون شغال ليه، ده اللي هو العنوان او الشرط الاولاني. طب ايه هو الهيد لاين بتاع اللي انا هكتبه؟ شروط ادخال ملف كاد عندي على ايه؟ على النص. حد بس منكم يسيب المايك مفتوح عشان الدنيا كده ايه، هوا انا لوحدي. تمام يا دكتور، تمام طيب دي، مع حضرتك. طب دي حاجه. تاني حاجه لازم اكون شغال فول لاين. حد عارف ايه الفرق ما بين اللاين والفول لاين؟ البول لاين اللاين تقريبا برسم سكوير لاين، لو انا جيت مسكت اي واحد منه هيتمسك لوحده. اما الفول لاين هو عباره عن خط متصل، لو رسمت نفس السكوير وقفلته مسكت اي جزء من الاضلاع دي ماسك لي الايه؟ الاوبجكت كله على بعض او الشيب كله على بعض. فانت لازم تكون الشكل بتاعك فول لاين، سواء انت رحت استخدمت جوين، سواء استخدمت باوندري، سواء انت استخدمت اي امر جوه الكاد، المهم الشكل بتاعك يكون مقفول. تمام. طيب ده شرط رقم كام؟ اثنين. اثنين. ثالث حاجه ودي مهمه جدا جدا جدا، اللي هي اليونت سكيل. هو انت لما بتبقى شغال على الكاد بشتغل باليونت، وقت ما اجي اطبع اقول انا شغال سكيل كذا كذا بالسنتي او بالملي على حسب ما انت حاسب. المهم انت تشتغل باي يونت سكيل عندك جوه الكاد، بس تكون عارفها عشان لما تيجي تدخله عندك على الكائن ده اللي هو الماكس تقدر تحدده. هيسالك سؤال مهم، هو انت الفايل اللي انت جايبه لي ده شغال باي يونت سكيل؟ فانت لازم تكون عندك المعلومه يا اسامه ان انت شغال بيونت سكيل كذا عشان تختاره ايه، نفس القصه من هنا من الماكس. يعني تالت شرط اللي هو اليونت سكيل، ما اشتغلش سنتي او ملي او حاجه مش انا مش عايز اشتغل زي ما انت عايز، بس تكون عارف من قائمه فورمات يونتس ظبط اليونت سكيل قبل ما تطلع الفايل وتدخله عندك على الماكس. تمام ده رقم كام؟ ثلاثة. تمام. تعالى بقى بعديها حاجه في منتهى الاهميه. لو انت جيت مثلا عندك شغال في منهجين احنا خدنا منهم واحد اللي هم ايه؟ ان انت لما هتيجي تدخل بلان، البلان ده يا اما هتيجي تدخله مقفول واعمله اوفست سواء في الكاد او هنعمله في الماكس، خدت بالك؟ هفتح قيمه الباب والشباك ازاي؟ ما احنا خدنا بروبوليون صح؟ حد يرد؟ تمام تمام يعني معنى كده ان انت عندك اول منهج احنا خدناه هتدخل بلان عادي مربع، ثم والمربع ده مقفول اهو بلاش رسم، هجيب لك شيب عادي كانك انت جاي من الكاد ورحت انت جايب عملت مثلا فايل امبورت ودخلت الشيب بتاعك، شكل البلان بتاعك اللي هو عباره عن شكل معمول له اوفست. حد معايا ولا فين؟ فين اللي بواب وشبابيك متقفله؟ افتحها ازاي؟ بعد ما انت هتيجي تعمل اكسترود هتفتح قيمه الباب والشباك بامر البروبوليون زي ما احنا خدنا. طيب المنهج الثاني اللي هو ايه؟ هتخلي قيمه الباب والشباك دي مفتوحه، يعني هنا الخط بتاع الباب والشباك ده مفتوح. بس انت عندك مشكله. لما انت هتيجي تعمل اكسترود عندك يا هاجر، مش انت فتحه الباب او الشباك هتبقى من الارض لحد السقف؟ صح. طب هتقفليها ازاي؟ هقفلها بامر جوه اديت بولي، امر اسمه برانش. يعني انت يا دوبك هتمسكي الجزئيه اللي انت عايزه تقفليها اللي هي فوق لو ده باب، او فوق وتحت لو ده شباك، همسك الجزئيتين دول واعمل لهم بريدج، وده احنا ما خدناهوش. تاني ده الشرط تقريبا الثالث او الرابع، ان انت في عندك منهجين احنا خدنا منهم واحد، يا اما البلان بتاعك يجي مقفول وادخله عندي وافتحه جوه الماكس، او ادخله مفتوح واقفله عندي جوه الماكس. حد عندي معايا ولا سؤال، فين؟ قول يا فندم. سامعك. هو ما ينفعش ان انا ادخل البلان وادخل مثلا الواجهة فهي هيبقى جواها الباب طبعا دي هتدخلي بلانات وهتدخلي واجهات، بس انت عندك مشكله. هو البلان بتاعك اللي انت شغاله فيه على الكاد مش هو فيه هاتش؟ اه. وفي عندك انتيريور من جوه انت فرشاه؟ اه. طب انت في عندك لاندسكيب؟ اه. طب انا عندي مشكله، هو انت هتدخلي فرع العمده ده كله هنا ازاي؟ واحنا اصلا كده كده الماكس موصوف بالتقل مع الكتل بتاعتك ومع شغلك، هيبقى فيه مشكله. فانت الصح البلان اللي يبقى موجود عندك، يعني كان ده مثلا هيبقى فيه هنا بلان، انت هتيجي صح او انا هكذا انا بعمل، انا باجي هنا كده بسناب يا اولاد وابتدي ان انا اجي اخد
وارسم الكلام ده في الكاد، برسم عليه بولي لاين سواء من جوه او سواء من بره، شايف حد شايف اه ولا لا، يعني هاخد الاوتلاين الخارجي فقط، وبعد ما ارسم الكلام ده كده اروح جاي قايل له لو سمحت الكلام بتاعك زي ما هو، والنسخه اللي انا رسمتها بايديا دي هي دي اللي انا هدخلها عندي على الماكس. حد معايا ولا فين؟ يعني انت فتحه البلان اللي عندك على الكاد، كل اللي انت هتيجي تعمليه انا بعد ما ارسمه هروح جاي، ده الصح وفي 100,000 طريقه تانيه، بس ده الاصح ان انا ارسم الاوتلاين الخارجي لوحده واخده ده كوبي واحطه في فايل جديد واحفظه، وهو ده اللي هدخله على الماكس عشان اتلاشى كتر الملفات او كتر الاوبجكتس الموجوده من جوه اللي ممكن تلاقيني في ملف الماكس. حتى كمان اي اوضه او اي ريسبشن او اي حمام او اي مطبخ انت هتيجي على البلان بتاعك وترسميه اهو كده مثلا. اسامه انت معايا يا اسامه صح؟ اهي. نعم حضرتك. وبعد ما خلصت رسمه الحاجه اللي انا هرسمها هي دي اللي انا هدخله بس عندي جوه الماكس. يعني مثلا لو اي صوره يا اولاد من ضمن الصور اللي انتوا هتدبسوا فيها مثلا زي دي كده. هو المكان ده يا اولاد قصر ولا فيلا ولا شقه ولا ايه بالظبط؟ ما اعرفش. تمام. حد يعرف؟ لا المكان ده فين؟ فندق مثلا؟ لا ما نعرفش. ما نعرفش، لكن انت جايبه الكادر بتاعك ده بس، عشان كده انت لما هتيجي تشتغلي انت هتجيبي بلان الحمام او بلان المطبخ بس وتشتغلي جواه، لكن كل فرع العمده اللي موجود ده ما اشتغلوش، ما تقلش على فايل ماكس. وصلت؟ تمام طب بقيه الناس ساكته وصلت؟ تمام تمام ما حد يرد عليا يا جماعه، جبت له اللوز. الناس ساكته يعني دعاء وكلارا وبسنت تمام ومرام تمام تمام يا مينا. تمام تمام طيب تمام يا دكتور. طيب في حته بقى بتاعت الناس اللي بتحب الكاروت البلانات، مين فيكم بيكاروت بلان وهو بيرسمه بصراحه يعني؟ أنا بكره. ايوه. يعني ايه بقى بنكاروت بلان؟ دي مصيبه سودة، بس هي مش مصيبه وقت الطباعه، لا هي مصيبه وقت الرفع. انا مش فاهمك يعني. هقول لك. فرضا ان انا شغال على الكاد وجيت انا هنا اهو كده ورحت راسم. انا ماليش علاقه بقى بالماكس ولا حاجه، انا شغال على الكاد وجيت رسمت خط. اه ده انا نسيت، ده انا عايز ارجع كده وبعد كده ارجع كده وارسم ماشي وامشي كده وارجع كده. هو ده بالنسبه لي كطباعه ما فيهوش مشكله، حد شايف؟ لكن لما تيجي تحولي الكلام ده كاد 3 دي او لما تيجي تحوليه عندك ماكس 3 دي هتبقى فيها مشكله. الكاد محترم، لما تيجي ترفعي ده هيقول لك لا روحي شيلي الحاجات اللي موجوده عندك زياده او الاوفرلابس. في عندك امر اسمه اوفر كيل، ما اعرفش حد منكم يعرفه اه ولا لا، جوه الكاد في الكوماند لاين بتكتبه اوفر كيل. حد يعرفه؟ اوفر كيل ده بيشيل لك، مش عارفين اه اسمه اوفر كيل. ده بيعمل ايه؟ ده بيروح يشيل لك كل الاوفرلابس اللي على بعضها. خلاص؟ لان هو بيبقى عارف ان في خطوط على بعضها متداخله فبيروح ايه يحذفها. امر اسمه اوفر كيل، انا بعته لكم هتشايفه؟ تمام. طب تمام. الماكس بقى مش عايز اقول مش محترم، لكن هو بينفذ اوامر. هو مجرد كانك انت مطلعه من العلبه او عفريت العلبه، اعمل كذا حاجه. يعني انت لو جيت هنا كده الماكس اهو والخط غلط وجيت قلت له لو سمحت روح اعمل اكسترود، مش هقول لك لا. بس لما تيجي تعمل اكسترود بص الكتله راحت فين؟ بص عامله ازاي؟ دور بقى دعبس ايه المشكله عندك؟ انت فاهمني؟ هيلففك السبع لفات وتقعد تدوخ ومش هتعرف. عايز تنظف بقى الحاجه جوه المجهد، عيش بقى حياتك. بص تمسك دي تطلع الله الحق ده في تاني اهي، طب في هنا يمكن، طب ده الله 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 الله، هتشوف حاجه. فانت خد بالك نظافه البلان عندك جوه الكاد اللي هتعمله في الكاد في 5 دقائق ممكن تعمله برضك جوه الماكس عادي جدا، ان هو ساحر اي حاجه انت عايزها بيعملها بس خلال نص ساعه. هتقعد تلف ايه حوالين النقط اللي هي البايظه. فاللف والدوران اللي انا بقوله ده كله على ايه؟ خلي بالك من نظافه بلان الكاد عندك وانت شغال كاد، تظبط الشروط اللي احنا اتفقنا عليها عشان تبقى انت عامل حسابك ما يبقاش في عندك مشكله هنا. طب هل اللي انا عملته ده ينفع اعمله عندي جوه الماكس؟ اه طبعا، بس الوقت هيختلف. انت بقالك قد ايه عشرة مع الكاد؟ أنا 5 سنين حوالي تقريبا. يا 4. تمام. هل كفاءتك في الكاد زي كفاءتك في الماكس؟ لا طبعا يبقى انت لا هتعطلي. الصراحة. اه يبقى انت هتعطلي شويه. هو مش هيقول لك لا وهتقعدي تتعبي شويه وهيطلع، بس انا اوفر يعني، انا دماغي انا ما عنديش وقت للكلام ده، اشتغل وانظف بلاني جوه الكاد، الواجهه جوه الكاد، سكاشن جوه الكاد، اعمل اللي انا عايزه، ثم داخل عندي على الماكس وابتدي ايه ارفع 3 دي. طيب دي الشروط اللي موجوده عندك جوه الكاد ودي في منتهى الاهميه.
يمكن تقريبا اهم حاجه وانت شغاله من الكاد عندك على الماكس. طب تمام، طبعا خلي بالك الفيرجن بتاعت الكاد كام، يا اما تكون متساويه مع الماكس او تكون اقل منه. انتوا معايا؟ ما حضرتك طب تمام، تعالى بقى وانت شغال هنا، هو بقى جوه الماكس، جبت الفايل هجيبه ازاي؟ في بلان عندي هنا صغير اهو، او اوت لاين اعتقد، حاجه خفيفه يعني، عندك زيتونتين، يا اما اخد البلان ده دراج اهو هنا اهو، واقول له هنا امبورت فايل، ما خلاص انا نظفت البلان وجيت هنا اهو، رحت واخده هنا دراج. اه بس في سؤال المفروض حد يساله، ايه هو؟ سؤال مهم، سؤال مهم قوي كمان. احط البلان فين بالظبط؟ لا ما هو موجود اهو، وممكن كده كليك يمين عندك على موف، اه وقول له بقى في الزيرو في اي مكان انت عايزاه، ما احنا خدنا الكلام ده تفصيلا، زيرو اوكي. زيرو زيرو ماشي. السكيل ممكن، ما فهمنا السكيل السكيل يعني ايه؟ اه لو قلتيها صح هديك 5 درجات. يعني ايه يعني مثلا السكيل يا لو انا رنا؟ اليونت اللي عندي مش جدع زي فين بقى اليونت اللي انت عمال تقول لنا الوصايا ال10 من شويه، اظبط يونت واظبط لاير وهو يحس، فين الكلام ده؟ الكلام ده انت افتقدتيه لما انت جيتي خدتي دراج. ايوه نعمل ايه يعني، مش انت اللي قلت لنا؟ ما انا في عندي طريقتين، يا اما اخد الفايل دراج، يا اما الاصح اقول لفايل امبورت امبورت واجي من هنا اشاور على الفايل واقول له هنا اوب، يديني مين بقى؟ الشاشه دي هتشايفها اللي هي مالها الشاشه دي بقى؟ اولا في عندك عنوان اسمه لايرز اهو، اللي انت لو حبيتي تخشي جواه وتروحي تخفي او تعملي هايد او تعملي لوك لاي لاير من اللايرز، طبعا انا ما بعملش الحركه دي خالص، يعني بنظف اللايرز جوه الكاد وبجيبها ايه نظيف، بس اللي دخل منكم بلان وحابب ان هو يتعامل معاه هنا ويجرب موضوع طوق زي ما هو عايز، هنا ممكن اقفل افتح اعمل زي ما انا عايز. طيب الحاجه الثانيه بقى المهمه اللي هي ايه؟ ان انا هاجي هنا كده جوه الجيومتري دي فيها ايه؟ بيسالك اول حاجه على مين؟ ريسكيل اي ودي نمره واحد مهم، انت شغاله هناك انش اختاري هنا انش، سنتي اختاري هنا سنتي زي ما انت عايز، ما تجبريش نفسك على يونت معينه، هو بس بيقول لك لو سمحت ان هناك شغاله ايه وهختار لك نفس اليونت. طب تمام، تاني حاجه انت شغاله هناك لاير ولا كالر ولا بلوك ولا ايه بالظبط؟ لو انت جيتي بصيتي هنا هو سامحك بالكلام ده، بس مؤقتا لحد ما ناخد موضوع الماتيريال اختاري كالر عشان ما يطلعش البلوك عندك اسود، لكن انت متاح ليكي انتيتي، متاح ليكي لاير، متاح ليكي كالر، يعني اقصد تميز الاوبجكت بتاعك جوه الكاد باي وسيله، المهم يبقى فيه تميز ما بين الكتل المختلفه او الشيبس المختلفه، او مثلا عندك اصل اوت لاين وعندك بلكونات تانية خارجيه او بروزات خارجيه زي ما انت عايز. فانت عندك تاني حاجه مهمه اهي، ان انا اروح اختار لاير او كالر او اي ايه تمييزه انت مختارها، ودي تاني حاجه مهمه. في عندي مشكله يا اسامه، انت تعرف فيلت صح؟ عملت فيلت قبل كده بتفلت الشكل، ايه الفيلت ده؟ هو عباره عن خط يا ولاد خط ملفوف. طب افرض ان انت جبته من الكاد على الماكس وطلع ده مضلع، يعني ايه؟ يعني عايز يخش جوه الماكس سموث زي ما انا كان موجود جوه الكاد، هعمل ايه؟ هتلاقي في عندك هنا اهو، في عندك حاجه اسمها كيرف ستابس، مالها؟ كل ما بتزيد ودي اخرها 100 دي مسؤوله يا مرام عن نعومه الاشكال ال 2 دي اللي جايبها من الكاد. حد معايا يا ولاد؟ تمام. يبقى الكيرف ستابس مسؤوله عن نعومه الاشكال ال 2 دي اللي انت جايبها من كاد. لا معلش، مينا شغال كاد 3 دي وجاب الكتله ودخلت له هنا، ما هياش سموث ما هياش ناعمه، هيعمل ايه؟ مينا انت هنا يا مينا؟ ايوه مع حضرتك. هتلاقي في عندك هنا ايه يا مينا؟ حاجه اسمها سموث انجل. يعني انت لو شغال لو انت هتجيب كتله 3 دي تحطها جوه الماكس هتلاقي في عندك سموث انجل. ليه يا هاجر؟ يعني معنى كده ان انت هنا دي بزودها عشان دي مسؤوله عن نعومه الاشكال 3 دي اللي جايه لك من الكاد. حد معايا ولا فين؟ تمام، حاجة شبه السيجمنت يعني. زي السيجمنتس كده. خدت بالك؟ الحاجات دي في منتهى الاهميه، الكلام اللي انا بقوله ده ما خدتش بالي منه، ينفع اعدله من جوه؟ طبعا. بس طبعا بص، دايما الوقايه خير من العلاج. انا ما بحبش ان انا اعمل مشكله واروح اعالجها. طب ما انا من البدايه اكون مظبط. لو حصلت مشكله وانا نسيت غصب عني خلاص يبقى متاح ان انا اعمل كل الكلام ده من جوه. وصلت؟ طيب احنا بقى هناخد ايه بعد ما انا جيت قلت البلان كده؟ كده ده اللي انا قلته ده شرح، من هنا والوقت واللي لسه هقوله ده مش شرح. يعني انا هاجي هنا مثلا على الكتله بتاعتي اللي هي دي،
ده مش شرح اللي انا بقوله، عشان لو حد من زمان سمع الفيديو تاني. خلاص، هو انا ينفع اروح اعمل فيلت براحتك يعني، امسك الكتله بتاعتي مثلا واجي هنا كده يا هاجر اروح اعمل لها فيلت بالقيمه او بايديكي مانيو بالحب. طب دي مش دي مطلعه اهي، في متاح عندي بالنسبه لي ازود الستبس بعد ما انا عملتها اهي، يعني هاجي هنا واقول له ادابتف او ازود القيمه. طب هل ينفع اعمل شامفر؟ اه، ممكن امسك النقط اهي واروح اعمل شامفر وبرضك تاني يا اسامه، ده مش شرح، ده شغل المحاضره دي والمحاضره اللي بعدها. فهاجي هنا كده واروح اعمل شامفر اهو براحتك. طب هل يعمل اوفست؟ اه زي ما تحب، هتلاقي في عندك اوتلاين بالقيمه بلس او ماينس، واروح اعمل اوتلاين كده. وخلي بالك اللي انا بقول ده كر سريع، ده مش شرح. وهاجي هنا كده واروح جاي اعمل اكسترود وارفع كتله، واجي بعد ما رفعت الكتله ممكن اجي هنا كده اخد نسخه من الاوتلاين عشان اعمل الدروه والفواصل بتاعت الادوار اهي، او واجي اقول له هنا ديتاتش وافصلها. يعني اقصد ان الكلام ده متاح، بس لازم تكون انت متمرس على ده عشان ما ياخدش وقت منك اطول من الكلام. بص اهي، واجي هنا كده عندك يا هاجر، واجي اقول لو سمحت روح اعمل لي هنا ادي اكسترود والارتفاع اللي هي صبه السقف او التخانه اللي هي بتاعت الدروه، ثم اجي هنا بالسناب واروح واخد الكلام ده واروح حاطه هنا. هتشايف؟ وانزل بقيمه الدروه، طبعا مش متظبطه، اعمل زوم ان وبلاش كروته واخد دي اهي. ما انت طبعا خد من هنا فيرتكس اهي، اقفل الكل خد فيرتكس وامسك دي وركبها هنا اهو، اقفل سنابك وانزل بيدي كده تحت. وخلي بالك لو البيفوت بعيد ممكن اجي هي هيرارك واقول له هنا اهو افكت بيفوت وسنتر تو اوبجكت، بدل ما اقعد الف وراه واجي اروح جاي منزل البيفوت ده كده تحت، او منزل سوري اللي هو السقف ده تحت. او حتى يا اسامه اجي هنا اهو اعمل الفواصل بتاعت الادوار او حتى الارضيه. يبقى كده مجمل الحديث اللي انت عملته هناك انت ممكن تعمله هنا بمنتهى السهوله، بس لازم تكون متمرس وعظمك ماشي. احنا ما خدناش الوقت خلي بالك عشان ما حدش يتوه، احنا كل اللي احنا جينا عملناه انا عملت فايل امبورت امبورت او دراج فقط. حد معايا يا اولاد؟ نعم محمد. طيب انت هتعمل دلوقتي اللي هو البلان الخفيف ده عشان بس ما يهنكش عند حد، هبعته لكم كده. انت هتعمل يا اما دراج يا اما تعمل فايل امبورت امبورت وتشوف اللي انا شفته فقط وارجع. طيب الكلام ده لو انا هجيب البلان عندي من الكاد احطه عندي على الماكس ماشي. طب هل ما ينفعش ارسم الكلام ده جوه الماكس؟ ينفع طبعا. لو انت جيت هنا اهو كده عندك على الاشكال هنا اهو كرييت، وادي الجيومتري، في حد شايفني؟ كرييت وادي الجيومتري اهي. مع هذا حضرتك طيب، حد بس يسيب المايك مفتوح. لو انت جيتي هنا على الكرييت وادي الجيومتري جنبيها شيبس، مديكي هنا اس بي لاينز ومديكي هنا اكستندد اس بي لاينز. طب ماشي، دي مجموعه اشكال لاين وريكتانجل واليبس، شويه اشكال استخدمهم ازاي؟ يعني هقول لك، يعني مثلا حاجه زي الستار مثلا زي دي كده، تفتكروا ممكن اعمل بيها ايه؟ هل لو انا جيت زودت ممكن. البورد دي كده، قول جيبسون بورد مثلا، يعني انا اول حاجه جت دماغي اللي هي زي البي ويندو اللي بتبقى مثلا مطلعه كده، طب هل دي ينفع اول حاجه انا، جت دماغي. طب ايه تاني؟ هل زخارف مثلا، لو زخارف خشب مثلا، سلامك باترن او كده، مثلا طب استنى، هل تنفع انها تكون بدن عمود، جسم عمود؟ الله، طب ممكن تبقى استنى، حاجات اللي هي بتبقى في السقف الزينه دي. لا وبدن العمود فيه خشخان سواء كان خشب او حتى جبس. طب هل لو انا جيت زودت سيجمنتس واستخدمت امر من ضمن الاوامر القديمه بتاعت اف اف دي اهي، لو حد فاكر، ما خلاص ما كل ده هيطبق عليه، اي حاجه 2 دي اقدر اطبقها عليها، ادي الشيب بتاعك اهو اعدل فيه واروح جاي مثلا اعمله هنا ريسكيل اهي كده مثلا. الله 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 الله، فاكر يا اسامه ممكن ده؟ تبقى اهو حاجة تانية خالص، تبقى ايتمز تتحط مثلا كان في العارف في الشغل كده. الله تمام. يبقى انا اقصد ايه بقى؟ اقصد انت عندك من خلال تفكيرك وتخيلك اقدر اشوف مين ممكن استغله ازاي. انا عايز منك حاجه بس الاول، قبل ما نيجي ناخد الكلام ده انا عايزك تمسك الاشكال 2 دي وهترسم، هم ما فهمش حاجه ماشي ارسم، يعني دوس كده اه ده تكست عشان اللي هي اسماء الفنادق او اسم اي اسم انت عايز تعمله او حتى تخليه مضيء وبينور، ادوس وان كليك وابتدي ان انا اكتب التكست بتاعي، اسم الفندق او اسم حاجه اكستيرن. طب الهيليكس ايه الصوت دي؟ عم بيعيد دي اه، ده ممكن تبقى الكوبيستا بتاعت السلم، وممكن نستخدمها كمان مثلا لو عايز اهي، واروح اكرر عليها شيء، يعني مثلا اللي هو لو حد فاكر اللي هو البرمة، هناخد ان احنا ممكن، انا عايز بقى خيالك يشتغل، انا ممكن استغل الاشكال 2 دي في ايه وانت بترسمه.
يعني انا هاجي كده مثلا اعمل دي كده واقول له لو سمحت كررهم لي يعني. حد شايف؟ بسنت انت دخلت يا بسنت؟ طيب فهو ادي الشكل اهو. طب احنا هنعمل ايه يعني دلوقتي؟ مش فاهمين انت بالظبط كده. هتيجي تدوس على بالمعنى العام اهو، ادي الاوبشن اهو اللي هو 2 دي، ثم هاجي هنا في الاي سبي لاينز وارسم، ادوس وارسم واتخيل ممكن استغله فين، سواء الاي سبي لاينز كلهم او الاكستندد، يعني الاي سبي لاين والاكستندد بس، وجربوهم وارجعوا لي. اهم من انت تجربهم وانا ممكن استخدمه في ايه؟ بتخيلك ورجع. يعني سؤال مرام ايه؟ ان انا لو عملت جروب هل ينفع اعدل في الجروب وانا اصلا جوه الجروب من غير ما افكه؟ اه. هتيجي الاول يا مرام تعملي هنا اوبن الجروب. عايز تعمل ايه يا مرام؟ امسك اوبجكت منهم واروح اغير اي حاجه فيه، اعمل عليه اي موديفاير براحتي، اغير مكانه، اعملي ما بعدين. طب بعد ما خلصت حاجه هنا كده اقول له تولز سوري جروب، واقول له هنا كلوز الجروب. ايه تمام. انا في حاجه ما كنتش عارفه ان الاوبن وكلوز دي، فكنت بالحظ وانا بقلب يعني في الماكس بدوس رايت كليك، لقيت ان في حاجه اللي هو زي اسبريت تمام ايوه السلكشن اللي انا عاملاه، بالظبط. رحت اه اشتغلت براحتي فيها، وبعد كده بالظبط رحت اه عملت قعدت العب لقيتها قدامي الصراحه تمام فعملتها. تمام فكان عندي سؤال اللي هو زي لو ينفع اصلا اعمل، عشان لو بدل ما اعمل اللي هو ابعدها خالص اديت الجروب هو في مكانه يعني. بس تمام، شكرا. العفو العفو.